أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل أشاع على امرئ مسلم كلمة هو بريء منها ليشينه بها كان حقا على الله أن يعذبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال. ما أكثر الذين يتكلمون في الشأن العام، ما أكثر الذين يروجون أخبارا لا خطام لها ولا زمام، ما أكثر الذين يتخوضون فيتحدثون عن أعراض أو يشيعون نفسا عنصريا أو تحريضيا على أناس، فتجري هذه الرسائل وتلك الصور من هاتف إلى هاتف ومن شاشة إلى شاشة، وأوزارهم تكتب وصرير الأقلام يجري عليهم في صحائفهم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن في صحيح الترغيب والترهيب أن غلاما استشهد يوم أحد أو قتل يوم أحد، فوجد على بطنه صخرة مربوطة من شدة الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه ثم قالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني، لعله كان يتكلم فيما لا يعني. رجل يلتحق بمعية النبي عليه الصلاة والسلام، تكتحل عينه برؤيته، تتشنف أذنه بسماع لذيذ حديثه، لا بل ويرفع السيف ويشارك النبي عليه الصلاة والسلام مرتقيا ذروة سنام الإسلام، ثم يقتل في سبيل الله صابرا محتسبا على ما يبدو. ثم يكون مما يحجبه أنه كان يقع فيما لا يعنيه ويتحدث فيما لا شأن له: فلان فعل كذا، وفلان قال كذا، فلان قدم، وفلان أخر، وهكذا مما يتحدث به الناس ومما يستسهلونه. بئس مطية الرجل زعموا، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ولعل بعض ما سمع فيه ما يسخط الله تعالى. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي بها بالا، يتفكه بها في المجالس ليضحك الناس ليتندر بها، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وفي رواية: يكتب الله بها سخطه إلى أن يلقاه، وصدق الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن الأمر يصبح خطير، جد خطير، حين تطلق الخبر ثم لا تستطيع أن تسيطر عليه، حين تطلق الشائعة ولا تستطيع أن تسيطر عليها فتبلغ الآفاق، تنتقل من قارة إلى قارة، تتجاوز البحار وتقطع المحيطات كأسرع من لمح البرق. الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يقول صلى الله عليه وسلم: فينشر شدقه ومنخره وعينه إلى قفاه.